السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هجيب لك 3 مواقع عبارة عن شات جي بي تي بالعربي. ده شات جي بي تي فور عرب، وفي كاتب وفي عربي. 3 مواقع الصراحة ممتازين، وممكن من التجربة تلاقي ان في موقع انت حاسه احسن او افضل او كذا، فمفيش اي مشكلة خالص. طيب شات جي بي تي فور عرب، هتيجي هنا وتكتب اي سؤال انت تفكر فيه. هو معتمد على شات جي بي تي، يعني في تقنية ان هو بيسأل ويتلقى الاجابة من شات جي بي تي. وليكن مثلا ما افضل الاغذية الصحية، تقول له ارسل سؤالك وفي ثواني تبدأ تجيلك الاجابة، ومكتوب في الصفحة ان المبادرة دي بتهدف لتوفير حق الوصول الى تقنية شات جي بي تي دون تميز بين الاجناس او الاعراف، لان طبعا في مواقع مقفول فيها لشات جي بي تي. واسسها المهندس محمد طه، فجاب لك اللي جاب هيئة الخضروات والبروتينات وكذا. جرب تسأل اسئلة كتيرة وشوف رأيك، وخلي بالك ان انت عندك 3 اختيارات، لاما حاجة اكثر دقة يبقى هلتزم اوي اوي بالكلام الموجود، او متوازنة، او اكثر ابداعا خليه يفكر في اجابات غير منطقية لان ممكن تطلع حاجات ثورية. طيب في موقع اسمه كاتب، ده عبارة عن ايه؟ بتقول له اكتب لي مقال، اكتب لي موضوع، بيبدأ ان هو يظبطك في المقالات اللي انت عايزها. ممكن تقول له مثلا عايز مقال عن شات جي بي تي عن كذا عن كذا، هو مثله ان هو يعني سريع جدا في اجابة، وفي اكتر مرة عجبني المقال اللي هو كاتبه. فلو انت عايز ممكن تقول له مثلا ان عندي منتج معين عايزك تعمل لي صياغة او اعلان ليه، فيعمله لك بشكل كويس. في برضه حتة ان انت تتخيل حاجة ويحولها لك لصورة. في حاجات كتير جدا، عايز عناوين للمقالات، عايز تكتب لي مقال، عايز عناوين جذابة، عايز صياغة للمقالات، دي المقالة هو يعمل لك الصياغة ليها. ممكن يعمل لك وصف، ممكن يعمل لك شعار للموقع، ممكن يعمل لك بوستات للفيسبوك، او تعمل وصف للفيديو على اليوتيوب بحيث الناس كتيرة تجيلك. فدي شوية مزايا حلوة في الموقع الكاتب ده. برضو موقع اسمه عربي، وده برضو فيه شوية حلوة، تقدر انك تتكلم مع عربي جي بي تي، تقدر تعمل تكتب المقالات صور، تقدر ان انت تقول له اعمل لي كود معين باي لغه انت عايزها، فيبدأ ان هو يكتب لك الكود دوت. كل حاجه ان انت مثلا بتدخل في جافا سكريبت وتقول له والله انا عايز اعمل مثلا عايز اعمل كود مثلا عايز ايه لضغط الفيديوهات، وتقول له اوكي، وتختار بقى ايه، او في ثواني يبدا يكتب لك كود وانت تبدا ان انت تجربه. وغالبا يعني هو مش عارف في البرنامج، بس اللي شغال في الكود عارف ان ممكن الكود ما يشتغلش لسبب ان هو المتصفح مختلف، ان في حاجه ابديتد، فلازم كل مره تجرب الكود ان شاء الله يشتغل، لكن لو ما اشتغلش لازم تجرب تاني تبدا تفهم الكود. فلذلك ده مش هيقدر على المبرمجين، بالعكس هيساعد المبرمجين، لان غير المبرمج هيتصدم، هيجيله كود مش شغال، لا ده شات جي بي تي مش شغال او الذكاء الصناعي مش شغال، لا هو ممكن يكون في حاجه مش مظبوطه نتيجه اي تعديلات. يعني هو ممكن يجي يضغط الفيديو ففجأة بان الفيديو ليه حاجات خاصه يعني، او ليه سبيشال كيس، فبيبقى الموضوع محتاج ان المبرمج يبقى فاهم الذكاء الصناعي بيستخدمه. دول 3 مواقع اتمنى يعجبوكم ان شاء الله، جربهم، ولو في موقع افضل يا ريت تكتبولي في التعليقات. لو انت جربته وعجبك حاجه يا ريت تقول لنا ان شاء الله.